السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده وتوصلوا الفلوج ده ل50,000 لايك عشان هنحضر لكم مفاجآت كتيرة وحاجات جميلة وكده. معانا النهاردة الفتاة الفاتنة أماني ذات العيون الخضراء وحنان فتاة الملوخية الأولى. النهارده احنا دلوقتي في طريقنا رايحين نشتري لعب السبوع بتاعت بيهات احلام. احلام طبعا تعبانه فمش هتقدر كانت تيجي معانا يعني او تنزل معانا. يعتبر النهارده تقريبا اليوم الكام؟ العاشر. يعتبر اليوم العاشر واحنا هنعمل في 11 لان احلام تعبانه مش قادره. النهارده التاسع. المهم ان احنا نعمل السبوع في اليوم ال11 لان احنا مش قادره تتماسك ان هي تعمل السبوع يوم السبوع. هو احنا نازلين نجيب النهارده، فاحنا دلوقتي في ال11 يا 15 لسه مش عارفه. المهم ان احنا هننزل نجيب النهارده عشان ايه؟ عشان نلحق نصور. عشان السبوع يتعمل في عدد فردي، وكمان عشان احنا نرتاح كده ان احنا ايه خلصنا بقى وايه نشوف الحاجات الباقيه اللي احنا عايزين نعملها، وكمان عشان يبقى عندنا فرصه حلوه ان احنا نعمل لكم فلوجات كتيره وتحضروا معانا خطوه بخطوه. الفيديو ده بيتعمل الساعه 4 واحنا نازلين دلوقتي في عز الشمس الحوريقه، ودلوقتي رايحين نجيب اللعب من وسط البلد زي ما وريناكم في فيديو المره اللي فاتت. هنشتري اللعب وهنوريكم هنشتري ايه والشوكولاته والملبس وكل الحاجات الحلوه اللي اتحط في السبوع. و ايه تاني هنجيب ايه تاني مش عارفين بقى لسه. انتوا هتقضوا معانا اليوم وهتشوفوا احنا هنعمل ايه، ولونا انت مبينه نص وشي. المهم بس هتقضوا معانا اليوم بقى ونشوف هنعمل ايه. خليكم معانا. دلوقتي احنا وصلنا مكان عنده زينة سبوع وزينة للسبوع، وعندهم ركن كده لحاجات السبوع. بصوا الاشكال. لا احمر. فين اللي عجبك يا اماني؟ دي هو ده عجبني. ودي حلوه بس دي الاخضر ده مزعج. واللي فيها السبحه كلهم عاجبينها يا جماعه. لا يعني مش عاجبني الاشكال التانية دي، انا عاجبني الحاجات دي. انا يعني عاجبها الحاجات اللي هي البتاع بتاعها ده. انا بحب ده قوي. ده اهو كده. بصوا ده حلو برضه. حلو قوي اللون الاوم دي. هنعمل بتكتشف. جميلة قوي. في حاجات كتير قوي. احنا بقى هنجيب حاجات زي دي للولاد اللي هيجي السبوع، الاطفال الصغيرين هيجي السبوع، نحط لهم بقى فيها ملبس وحاجات حلوه هيفرحوا بيها بقى. بصي دي النتيجه اللي بقول لك عليها. دي النتيجه دي طالعه جديد. بصوا برضه هندخل الشارع من جوه، وزي ما قلنا لكم يا جماعه احنا في وسط البلد في شارع اسمه مش عارفه اسمه ايه، بس هو في وش شارع الرويعي. هسال برضه عن اسمه واقول لكم وهفرجكم برضه معانا عن المحلات. احنا كده كده كنا منزلين فيديو جوله هناك، بس احنا بقى المره دي بتوسع اكتر وهنوريكم بقى الشوكولاتات والملبس والحاجات اللي هنشتريها. يعني بصوا الشوكولاتات دي امانه اهي. دي جميله برضو والسبحه حلوه قوي. انا جيت نورت البيت. الحاجات اللي بتتكتب جمل السبوع. ايه انا جيت نورت البيت. بكره تكبر يا اخويا تنيل على عينك ويبقى يوم اسود انك اتولد. هما برضو هنا عندهم في المحلات كل حاجه، يعني انت بتدخلي المحل تنقي كل حاجتك، بيبقى عندك بقى اللعب والملبس والاكياس اللي بتلف فيها، اكياس الفشار، كل الحاجات دي، الشمع. هنا معانا اماني وحنان بيتكلموا عن الاسعار، فاحنا برضو هنكمل باقي لفتنا وباقي المحلات ونوريكم كل حاجه بالتفصيل. خليكم معانا. دلوقتي يا جماعه احنا نزلنا من المكان اللي انا وريته لكم في الاول. بنلف اهو في حوالين المحلات نشوف برضو الاسعار والاشكال وبنعرف برضو. وهناخدكم في باقي الجوله معانا يا جماعه. المكان ده في وسط البلد. من اقتراحاتكم برضو لينا لما قبل كده صورت لكم وقلت لكم ان هو ناس كثيره اللي قالت عليه يعني، فقلنا بقى نروح نشوف حاجات حلوه والله. ودي اماني هناك اهي واقفه هناك بتسال عن الاسعار وبتصور توري الاحلام. ماشي
ممكن برضو ندخل المحل نبص. امان ما تقلقش. دي بكام؟ كيوت قوي 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 قوي. كل المحلات برضو اللي بتدخلوا فيها بتلاقوا فيها كل حاجه تخص القصه. حوار النتيجه ده جامد جدا. بصوا بيبقى مكتوب عليها التاريخ والشهر. جميله قوي برضو. دي حاجات من الحاجات اللي طالعه جديده. بصوا حنان عندهم بقى هتلاقوا كل الحاجات اللي تناسب كل الاذواق، يعني كل اللي انت هتبقي نفسك فيه هتلاقيه في كل المحلات. دوري لو ما لقيتيش في محل هتلاقي في التاني. ده دلوقتي محل شكله حلو قوي، شكله هيطلع عنده ان شاء الله حاجات جميله. احنا لسه لحد دلوقتي بنلف. اماني وحنان جوه اهو، عنده حاجات جميله تحفه تحفه. هنخش برده نتفرج ونشوف. وبرده انتوا لسه معانا لحد ما نقرر عن المكان اللي هنجيب منه. احنا لسه بنسال. دي عجبه احلام موت، عجبها جدا 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 من اصلا من قبل ما تحمل، وهي كان نفسها يعني كانت عجبها من زمان. هندخل بقى كده المحل، شكله شيك وحلو. احلى حاجه ان هو فيه تكييف، ومفيش هنا محلات فيها تكييف. بصوا شكل الحاجات عنده. بصوا بقى هنا يا جماعه، خدوا بالكم انت ما بتاخديش اللفه زي ما هي. هو بيجي يقول لك مثلا دي كده من غير الملبس والشوكولاته، وانت بقى تعيشي حياتك تحطي بقى شوكولاته ما تحطيش. كل ما بتزودي حاجات جواها بتبقى اغلى. يعني مثلا لو سي دي ب 20 جنيه هي كده زي ما هي، بس هتحطي ملبس وشوكولاته هتزيد مثلا، هتقعد تزيد معاك. دي اللي فيها شمعه برده شيك قوي. بقينا خمسه. خدت بالك البنت وفرت جنيه معايا في التكوت. بصوا كده حلوه قوي دي. فكره المج دي جديده وجميله، وهتخلي اللي يجي برده السبوع عندك يحتفظ بيها، لان مش هيرمي المج فهيستخدمه، فهتفضل ذكرى حلوه يعني. هما هنا لافين ومجهزين كل حاجه. اللي بتيجي تاخديها بتاخديها ملفوفه جاهزه بكل حاجتها. عايزه بقى انت تاخدي تلفي في البيت، بتاخدي دي لوحدها، اللعبه لوحدها، والاورجانزا ده لوحده، والبيبرونه لوحدها، وكل الشكل لوحده، وانت تلزقي بقى مع نفسك في البيت لو عايزه عندك فراغ بقى يعني. بس هدول اماني وحنان برضو بيشوفوا. بصوا الاشكال دي، بصوا دي حاجات بقى ممكن تجيبيها فضيات، بتبقى غاليه شويه تجيبيها لناس مميزين بقى قوي. ودي الشوكولاتات، بصوا الشوكولاتات اللي بيبي بوي بيبي جيرل دي حلوه قوي. بصوا بصوا شكلهم حلو قوي. هتلاقوا هنا برضو حاجات، يعني ده كتاب بيتكتب جواه زي الجاست بوك كده بتاع الفرح زي ده كده، بس ده للبيبي، للولد وللبنت. تكتبوا جواه بقى المعازيم يوم السبوع او في المستشفى. وده الشام. بصوا هنا هتلاقوا كل حاجه، اكياس السبوع ومعاها اللفه بتاعتها اللي بتتربط بيها من فوق. دي مشابك معرفش بيتعمل بيها ايه، بس اكيد ليها فايده. دي كياس اللي بتحط جواها الفشار شكل الارنوب. في حاجات كتيره قوي ممكن برضو تجيبوا دول وتقعدوا تلفوا فيهم. دي علب كده بتحط جواها ملبس في الغربال. بصوا الغربالات يا كيوت. وده مش عارفه ده ايه اللي بيتحط فيه الشمعه يوم البياتة. اهو طبعا انتوا هتحضروا معانا كل ده، وهتحضروا معانا يوم البياتة، وهتفرحوا وهتنبسطوا، تحضروا معانا السبوع، وهنوريكم كل الديكورات وكل الحاجات. بصوا انا اهو، انا اهو باي باي. انا معاكي ستة من اللي هو ده. بصوا دلوقتي هنتحرك ندخل مكان تاني. اول ما نوصل برضو المكان لو لقيت فيه حاجات مميزة برضو هصور لكم. اهم حاجة وانت بتشتري تاخدي بالك زي ما قلتلك، عشان هتلاقي ناس تضللك كتير قوي، وناس تقولك اصل باللفه، اصل من غير اللفه،
اصل مش عارفه ماله. فانت خدي بالك، عمو بيقول لي ممنوع التصوير، فانت خدي بالك وانت بتشتري افهمي كويس، افهمي كويس ان الله حلوه قوي دي كيوت جدا. خدي بالك وانت بتشتري عشان ما حدش يضحك عليكي. اللفه ملهاش علاقه بالسعر اللي هيقوله لك، هو هيقول لك ب 5 جنيه مثلا، وهي في الاخر هتصفصف معاكي على 50 جنيه. فخدي بالك وانت بتشتري اهم حاجه من الموضوع ده، عشان هم هنا لو لقوكي مش فاهمه هيفرموكي بصراحه. يعني ايه؟ يعني مثلا حاجه زي كده. بصوا دي بكام؟ دي بكام؟ ب 20 بالشوكولاته والملبس وكل حاجه بالشريطه. الشريطه بكام؟ ماشي. ودول بجنيه الواحدة، يعني ب 12 جنيه الدستة بلفتها بالشوكولاتة بالملبس. حسب بقى التكلفة اللي انت عايزها. يعني انا لو هاخدها بالشوكولاتة والملبس هتبقى الوقف الواحدة واقفة عليها بكام؟ مش مشكلة النوع. 3 جنيه ده اي شكل ولا كل شكل ليه؟ تمام. ودول 3 جنيه ب 6 جنيه بالملبس بالشوكولاته. تمام. ماشي. طبعا عشان هو خد باله ان انا بصور مشي مظبوط. قال لي على طول. برضو في محلات هتلاقي جواها حاجات زي كده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. فكل واحده بتشتري تاخدي بالك، اهم حاجه انك انت تركزي عشان ما تلاقيش حد يضحك عليكي ويقول لك على اسعار مش موجوده. يعني تعالوا هوريكم دي مثلا. السلام عليكم. بكام دي؟ فاضيه ولا متقفيه؟ هي كده بكام؟ هي كده ب 12. ب 12 بالملبس بالشوكولاته وكل حاجتها ب 12. تمام. سوري. انا بقى بشوف كده وبصور. ودي عاملة كام؟ الهون ده؟ الهون ب 100 متزين وكل حاجة، ولد أو بنت. تمام. ودول؟ ودول؟ بخمسة بالشوكولاتة بالملبس صح؟ تمام ماشي شكرا. زي ما انتوا شفتوا كده كل واحد ليه أسعار وكل واحد زيك عاملة إيه؟ كل واحد هنا ليه أسعار وكل واحد ليه رأي وكل واحد ليه كلمة، فأنت لازم تدخلي الشارع تلفي حلوة قوي 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 على حاجتك. ينصح انك انت ما تاخديش بشوكولاته وملبس عشان هما بيغلوا مثلا 5 جنيه زياده عشان واحده شوكولاته وملبس. فانت خدي بالك وركزي دلوقتي. المحل اللي احنا هنستقر فيه ان احنا هنجيب منه هدخل اقول لك عليه وهقول لك اسمه وعنوانه وكل حاجه عشان برضو تبقي عارفه وانت بتشتري، وانا قلت لكم اغلب النصايح يعني بس كده. فاحنا هناخد جوله تاني برضو ولو في حاجه لفتت نظري هصورها. اوكي. ودلوقتي يا جماعه خلصنا الفلوج اخيرا. الساعه دلوقتي مش عارفه 11 ولا 12. دي اماني بتاكل عشان جاعت هتموت من الجوع، ودي حنان ماتت برضو مننا. احنا لفينا كتير قوي وتعبنا جدا جدا، والناس هناك متعبين قوي قوي قوي، بس الحمد لله احنا خلصنا كل حاجتنا وجبنا كل الحاجات وشايلين الشنط اهي. فالحمد لله الحمد لله ان احنا خلصنا كل حاجه. خدنا وقت طويل بس انجزنا كل حاجتنا الحمد لله. صحيح يا اولاد. فخلاص كده الحمد لله احنا مروحين في الطريق. طبعا كل الحاجات اللي احنا جبناها والحاجات اللي احنا عملناها وطبعناها، شرايط الستان اللي بتبقى حوالين كيس السبوع، البطاقات اللي بيبقى عليها صوره البيبي، كل الحاجات دي هنوريها لكم. هنقعد بقى مع بعض يوم كامل بقى يوم السبوع نعمل الفشار ونعبي الاكياس وهنوريكم حاجات حلوه قوي في الفلور، حلوه قوي هيعجبكم. وتحضروا معانا بقى لحظه بلحظه وتفرحوا معانا وتفرحوا لفرحتنا. واتمنى ان الفلوج يكون عجبكم وانكم ما تكونوش صدعتوا. وان شاء الله نعمل لكم فلوجات حلوه كتيره مع العجله اماني اللي بتاكل هناك اهي. بصوا بتاكل ازاي. اليوم كان متعب قوي بصراحه. اماني حسيتي ايه النهارده؟ مش حاسه باي حاجه لان انا جعانه. اليوم بصراحه كان متعب علينا، الحمد لله ان احنا خلصنا برده كل حاجتنا. الشارع جميل قوي وحلو قوي، بس خدوا بالكم الناس نصابين قوي، لازم تكونوا مركزين كده زي ما انا قلت لكم في الفيديو. اتمنى ان الفلوج يكون عجبكم، اتمنى توصلوا الفلوج ل 50,000 لايك عشان نفرح كلنا وننزل لكم بقى باقي الفيديوهات وباقي التحضيرات وباقي الحاجات الحلوه.
بس. باي باي.